اما هلا رشا بننتقل لاولى محطاتنا لليوم لنحكي عن اهميه التراث السوري، وحكينا يمكن بالحلقه السابقه عن ادراج العود على قائمه اليونسكو للتراث. قديش هذا الموضوع مهم، وقديش مهم اليوم تسليط الضوء على هي النقطه تحديدا، لانه نحن خلال سنوات الحرب كان في استهداف ممنهج للحضاره والفكر والثقافه والتراث السوري. اليوم يمكن هاي الخطوه نور كثير مهمه لنحافظ على هذا التراث، وخاصه لاجيالنا لاطفالنا لبكره. يعني نحن العود بشكل خاص له خصوصيه عندنا بحياتنا، يمكن بكل بيت، يمكن كنا نشوفه ولو من باب انه موجود بقلب البيت، وفي كمان كان في يعني الاطفال هوات يعني، بس للاسف مثل ما قلتي بسنوات الحرب والضغوطات شوي بعدنا، ولكن اليوم كانت خطوه جدا حلوه. يعني اكيد على قائمه اليونسكو ادراج العود السوري من التراث السوري، هي نقطه كثير مهمه رح نسلط الضوء عليها مع شريكنا دائما بالانجازات الثقافيه والموسيقيه عميد المعهد العالي للموسيقى المايسترو عدنان. فتح الله يسعد صباحك. أهلا وسهلا، يسعد صباحكم. صباح الخير مايسترو، يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيكم. هلأ دائما أنت كل الموسيقى لها خصوصية عندك بحياتك روحانيا القصة يعني طبعا. ولكن اليوم عم نحكي عن حدث كتير مهم، خلينا نحكي عن أهميته وعن أهمية هاي الآلة الوترية الكتير مهمة بحياتنا. أول شيء بما يخص آلة العود، يعني بالنسبة لي بشكل شخصي هي آلتي الأساسية، وأنا تخرجت المعهد العالي للموسيقى بهذا الاختصاص اختصاص عود، وانا يعني مرافقتني الاله من عمري 5 سنوات لليوم. على الصعيد اذا نحكي على صعيد الموسيقى، موسيقى بسوريا، فتثبيت هذا العنصر جدا مهم لعده اسباب. اول شيء قد الصناعه نحن تمرسنا فيها من سنوات كثير طويله، صناعه هي الاله، اضافه انه تمرسنا على العزف عليها. يمكن ما في بيت ما 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 في ما في ما في آلة عود أو حدا، حتى لو كانت فاشلة جربنا تماماً 100% أو في عائلة فيها حدا يعني بيهوى آلة العود وبيعزف. وحتى نحن مشان يعني حتى نحن هلا من جيل الشباب والصغار كثير في ناس مهتمة بهي الآلة، فهذا شيء يعني بالنسبة للآلة ولصناعتها هو شيء مرتبط بتاريخنا، بذاكرتنا السمعية، بثقافتنا، بحضارتنا، مثل ما أكيد الموسيقى بشكل عام هي أكيد مرتبطة بتاريخنا من آلاف السنين. فهون بتجي أهمية هي تثبيت عنصر العود، مثل ما كان قبله تثبيت أكيد عنصر القدود الحلبية. لكن يعني بيكلفنا هذا الموضوع مسؤوليات كثير كبيرة لقدام بما يخص آلة العود. هلا إن شاء الله بقلب اللقاء رح نحكي عن هذا الموضوع، هي جزئية كثير مهمة مايسترو. اليوم لما نحكي عن آلة العود هي جزء مهم من التراث السوري، وقلنا بداية حديثنا ما في بيت بسوريا أو بيت دمشقي إلا ما في لو ما حدا عم يعزف ضمن جزء تراث إنه محتفظ بآلة العود. اليوم تصنيف آلة العود ضمن التراث السوري على قائمة اليونسكو جزء كثير مهم، بس احتاج لجهد كبير منكم كموسيقيين. الملف ما إجا هيك عبسا، كان في شغل وجهود ودراسات عم تقوموا فيها. خلينا نسلط الضوء على هي النقطة تحديدا، لأنه في جيش موسيقي كان عم يشتغل لا يقدر يثبت قديش هيدا التراث مهم، لأنه نحن بنعرف آلة العود تحديدا كانت في بعض الدول عم تحاول تنسبها لإلى يعني بعض الدول المحيطة، وهذا استهداف دائما إنه هي تراث لا مش تراث سوري. نحن بنعرف النوتة الموسيقية والأبجدية السورية، والتراث السوري جزء منه أساساً آلة العود. أكيد مشكورين كل الأشخاص يشتغلوا وبذلوا جهد بهذا الملف، من الأمانة السورية للتنمية ووزارة الثقافة والزملاء الموسيقيين. أكيد كانت كلها جهود مشتركة لأكيد شغفهم واهتمامهم أكيد بموضوع تثبيت هذا العنصر للأسباب اللي حكيناها. أكيد في جهود انبذلت في موضوع التعريف عن هي الآلة بالشكل الصح، مين الصناع اللي مستمرين لليوم، مين اللي الناس اللي صار بالفعل أسماء صارت هي عبارة عن براند بهي بصناعة هي الآلة. وهذا الشيء بالنسبة لنا كسوريين بالعموم وكموسيقيين سوريين بالخصوص هذا الشيء بيعني لنا جدا، انه يكون مثلا في صناع عود اليوم أسماء رنانة بكل العالم العربي، انه هذا العود هذا عود سوري وهذا عود دمشقي، فهذا الشيء اكيد بهم. الاشخاص كمان اللي اكيد الضوء على مشاريعهم وتجاربهم فيما يخص آلة العود، وعندنا تجارب كمان ترفع لها القبعه في مجال
التدريس الآلي، العزف على الآلة. الأستاذ حسين كنت عم تشارك ايه؟ يعني هو من أهم أنواع. نعم نعم أكيد صحيح. الأستاذ حسين طبعاً طبعاً هو مو أكيد عمل تجارب يمكن من 30 سنة لحتى بالفعل عم يقدم اليوم عود جدا جدا كويس وجوده جدا 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 من صناعته عالي. يعني كان المميز موضوع انه عوده من صناعته يعني. ايه طبعا طبعا ما هو هو اكيد صانع العود ما بيحسن يخرج عود منيح الا اذا ما كان عازف وعم يعرف شو يعني شو بده يعمل لحتى يطلع صوت صحيح. صوت كويس. ففي تجارب كثير بما يعني تم الإضاءة عليها بهذا الملف. وبسوريا في تجارب مهمة. فينا نذكر بعضها؟ يعني أكيد طبعاً أكيد. لو سريعاً. من التجارب اللي المهمة كانت بخص آلة العود وإخراجها من قالب إنه هي آلة بس بترافق مغني أو هي آلة موجودة في التخت الشرقي. كان السباق لهذا الموضوع الأستاذ نوري اسكندر اللي هو كتب كونشيرتو لهي لآلة العود. كونشيرتو مؤلف من ثلاث حركات ونعزف على مسرح دار الأوبرا لكذا مرة مع الفرقة السيمفونية الوطنية. كان مؤلفات تانية أنا بالنسبة لي كان في عندي مشاركة مع الفرقة السيمفوني كانت حوارية للعود مع الـ مع الـ مع الأوركسترا. الأستاذ محمد عثمان كمان نفس الموضوع. الأستاذ محمد عثمان عنده تجربة رائدة بما يخص آلة العود بوجهه أكيد تحية. هي رباعي العود السوري اللي هو تأسس بالمعهد العالي للموسيقى صحيح. واللي هو كان الهدف منه هو إثبات إمكانيات وقدرات هي الآلة إنه هي قدرانة تعزف يعني أربع عازفين عود مع بعضهم يكونوا شيء نوعا ما شبيه بالرباعي الوتري الكلاسيكي. والشيء والأعمال هي انكتبت لرباعي العود وهذا شيء كمان جدا جدا مهم. بموضوع المناهج او مناهج التعليم لهي الاله كمان في تجارب مهمه. لكن لليوم هلا في عندنا ضعف بهذا الموضوع. لليوم ما حصلنا على ميثود لاله العود نقول مثلا انه هذا ميثود وهذا بحاجه لتراكم. لكن في كان تجارب كثير منيحه لتاليف تمارين لهي الاله تعليم اصول العزف. فأكيد والكثير من الموسيقيين أكيد مستمرين عم يكتبوا أعمال لتعزف لآلة العود. فبالنهاية كل المشاريع هي اللي حكيت عنها هو لأنه نأكد على أهمية آلة العود وما نحن نحد من إمكانياتها إنه هي بس واحد بده يغني بيعزف عود صحيح. أو مثلا فرقة تخت شرقي بيكون فيها عود لحالة رافق المغني أو هذا لا هو أبدا هو قادر يعزف جميع أنماط الموسيقى وقادر الآلة بطبيعة صوتها إنه هي تكون منسجمة مع عدة أصوات وتخلق لونية صحيح. مهمة. وسوريا مثل ما قلت لك في تجارب كثير كبيرة ومهمة طيب. بهذا الخصوص. ما استطعنا نكفي حديثنا ونفوت بموضوع الإدراج أكثر والعراقيل اللي واجهتكم. خلونا نروح لك ليه بعزف لحضرتك على آلة العود. Thank you.
هلا المايسترو معجب بالعازف. ايه العازف كثير حلو الصراحه. شو رايك شو تقييمك لإلو مايسترو؟ منيح ما شاء الله. يعطيك الف عافيه، انت المايسترو نعتز ونفتخر دائما فيك، وانت شريكنا يعني مش ضيف، شريك صباحاتنا. خلينا نحكي عن اهميه اليوم حفظ التراث اللامادي، يعني نحن عم نقول طالعين من حرب 10 سنوات، حرب اساسا تم استهداف جميع مناهج يعني الحضاره اللي عندنا بشكل كثير عنيف. خلينا نحكي حفظ التراث اللامادي هي خطوه كثير مهمه اليوم، وانت كمان عندك هيك مشروعك الخاص، لما نقول المكتبه الموسيقيه هي ضمن التراث اللامادي لما نحفظ الموسيقى السوريه، لانه نحن بنعرف قديش هذا مهم لأولادنا ولأجيالنا بالمستقبل. هذا تراث، يعني أنا بتمنى وبحلم أنه بعد 50 سنة فعلياً قديش مهم على قائمة اليونسكو يكون التراث السوري مدروج للحفاظ عليه. هذا الشيء كتير مهم، وخاصة بعد الشيء اللي هلا كنا عم نحكي فيه، شيء تعرضنا له صحيح بالحرب، وفي شيء كان يعني محاولات لحتى انه يمحى هذا التراث، المنطق والعقل ما عم يستوعبوا اساسا. تمام. فانا على طول بقول مثلا بما يخص التراث اللامادي، لازم يعني نحن لنحافظ عليه، فنحن لازم يكون في شيء يدرج بالمدارس وبشكل اجباري. صحيح. صدقا ما عم يعني ما عم بالغ يعني. حتى التراث اللامادي من الاكل للأغاني، لللبس، للكذا، هذا كلياته يعني نفسها. نحن مثلا حتى حصة الموسيقى حصة ثقافة تراثية، بغض النظر عم بحكي على جميع المجالات وليس فقط الموسيقى، هي مو بالموسيقى يعني ضمن إدراج حصة هي ثقافة. تماما هي التراث اللامادي. هي المنطقة كيف بلبسوه أهلها، شو بياكلوا، شو بيقولوا بالعرس، شو بيقولوا مثلا بالحصيدة، شو بيقولوا بالحنة. تماما. ايه، فهذا شيء من الضروري انه يتعلم لأطفالنا بالمدارس، على كل شيء اكيد من كل مكونات التراث اللامادي الموجودة يعني، ومن ضمنها اكيد الموسيقى. بنجي للجانب انه مثلا التخصصي اكثر، اكيد كل حدا بمجاله عم يحاول اكيد يوثق هذا الموضوع بالموسيقى اللي عم نقدمه نحن بحفلاتنا وموسيقاتنا، اكيد ما لا يخلو من التراث السوري، خصوصا سواء كان بالفرقه الوطنيه السوريه للموسيقى العربيه عم نقدم القدود وعم نقدم التراث، حتى التراث الشعبي. يعني انتوا عم تشتغلوا شغل جبار، فرقه حلوه تستمتع يعني. الموسيقى السوري الموجود اليوم بالبلد ضمن الامكانيات، وبنعرف المردود المادي اللي جدا ضعيف، لو مو هو مآمن بشغله بالموسيقى طبعاً وعنده شغف ما بيبقى يعني. هو لو ما استمر لليوم صحيح. يعني هو تعرض اكيد لضغوطات قبل وصعوبات، ورغم هيك كنا اكيد باحلك الظروف عم نكون على المسرح، واكيد الجمهور عم يكون موجود معنا كمان يعني. فهذا الشيء مهم، موضوع توثيقه. حتى يعني انا باكد على بعض الاعمال الموسيقيه وقت ما نشتغلها بما يخص الشيء التراث السوري، انه بناكد كمان على اللهجه يعني. بنحكي مليون تليفون مع انه رفقاتنا المحافظات، انه هي اخي الكلمه شلون تنقال هيك، لانه هذا بالنهايه كمان امانه. صحيح. ما بصير مثلا نحن ايه حتى توثيق اللهجه وكيف اللكنه، فهذا جدا مهم. فموضوع التراث اللامادي هو موضوع بالفعل جدا جدا حساس وجدا مهم، ولازم اكيد نبلش نعلم يعني اولادنا من هذا، انه بالفعل يعني يحفظوا، حتى اذا كانت الامكانيات انه يكون في يوم يعني بكل فصل انه خلاص يعني كل واحد يلبس من تراث محافظته. صحيح. امه تعلموا اغاني، حتى الحكايات اللي بتحكيها او مهرجانات الست كانت او كذا، هذا كمان من ضمن التراث، كمان لازم يتوثق يعني. احنا في عندنا قصص يمكن بواحده بكل سوريا الست بتحكي لحفيده، وهذا فهذا كمان من صحيح. اكيد مهم انه نحن نوثقه، وكمان اكيد بشيل مثل ما حكيت لك شيل تخصص في الموسيقى اكيد. هلا احنا قبل كمان ما نكفي حديثنا يعني حنرجع نسمع شيء لحضرتك، خلينا نروح الكليب. Thank you.
قد ايه الحاله الروحانيه مهمه عند العازف؟ يعني شفناك ضمن الكليب كثير في سلطنه بالقصه يعني. اي في حب يعني في عشق طبعا طبعا. ايه بالنسبه لل يعني بالنسبه لي يعني علاقتي مع العود، ويمكن ما بدي ان احكي انا اي عازف عود صحيح. يعني علاقته مع آلته هي اللحظه تبعت بده يحتضن فيها العود، هي اهم شغله بالحياه. مايسترو، اذا ما كنت عازف وقائد فرقه كثير مهمه، شو كنت يعني في كان في حلم ثاني بحياتك او ما بتتخيل حالك غير بهذا المكان؟ والله هلا ما عاد اتخيل حالي غير ما في مجال. بس لقلك شغله، هلا انا درست سياحه بالموسيقى وعملت دبلوم بالماركتينج والاداره، بحب اداره الاعمال اداره السياحه، اداره المكاتب السياحيه، وهذا اشتغلت فيها فتره كمان نفس الشيء اكيد مرتبطه كثير بموضوع الموسيقى. واشتغلت بهذا الموضوع قبل دخولي للمعهد العالي للموسيقى، حاولت اربط الشغلتين مع تتعرف على ثقافات مع بعض. طبعا طبعا اكيد اكيد بهذول بفتره اكيد كنت اعزف كمان للسياح طبعا عود مشان اعرفهم على عارف. طيب مايسترو، بما انك عميد المعهد العالي للموسيقى، خلينا نضوي على نقطه سريعا ما فضل معنا وقت. اليوم المعهد العالي للموسيقى عم يخرج موسيقيين كثير مهمين، بس للاسف يمكن الظروف الصعبه اليوم اللي عم نعيشها، هدول الموسيقيين عم يحاولوا يبقوا بالبلد ضمن الامكانيات، بس في كثير امكانيات موسيقيه طلعت برات البلد. اليوم قد ايه مهم نحافظ على الموسيقي السوري؟ لانه اكيد نحن ما بنوجه اللوم حقه يشوف مشروعه ومستقبله يسافر، لانه يمكن من اضعف المردودات الماديه على مستوى الوطن سوريا هي الموسيقي، يعني بما يعادل الاجر المادي. قد ايه صعب يعني، قد ايه عندكم مسؤوليه اليوم وانت عم تخرج مواهب مهمه؟ يعني سلطنا سابقا على المعهد في ابداع، في مواهب شابه حرام. هلا انا ما بدي يعني يعني احكي انه هيك بنظره سوداويه على موضوع انه هو اقل اجر او كذا، لا انه قبل بالمجمل اي اوكي، بس انه هلا الظروف اكيد صعبه على الكل. بيقول لك الموسيقى ما بتعطي خبز يعني. ايه هذا اكيد، هذا شو بيقولوا هي الكلمه الحركيه، فاكيد كل الظروف صعبه على مو بس على الموسيقيين، على كل المجالات. صحيح. الظرف اللي عايشينه كلياته يعني صعب، اكيد بحاجه لدعم اكبر، وبالاخص برجع بقول ثلاث خطين للموسيقيين الاكاديميين اللي عم يعتلوا المسارح، عم يحافظوا على الخط الملتزم في مجال الموسيقى، والاشخاص كمان اللي عندهم مشاريع موسيقيه. مثال، نحن اليوم عم نحكي على آلة العود وتثبيت هذا العنصر، بحاجه لنحن لدعم للموسيقيين بالفعل اللي هن مهتمين بهي الآلة، اللي عم يكتبوا اعمال موسيقيه لهي الآلة. نحن موضوع التوثيق وموضوع الانتشار وموضوع تأسيس هوية للعود السوري والموسيقى السورية، هو بحاجة برجع بقول بأكد على هي القصة، بحاجة لإنتاج. في ناس عندها مشاريع جدا مهمة بما يخص آلة العود، هي لازم تنتج هي الأعمال لحتى تتوثق. هذا التراكم يوم بعد يوم هو اللي برسم هذا بده رعايه ودعم اكثر من وزاره الثقافه، لانه ما في عندك انتاج مو خاص. مو شرط بس وزاره الثقافه، لا مو شرط بس يعني وزاره الثقافه، لا نحن في انا على طول بقول في مؤسسه انتاج تلفزيوني ودرامي مشاركيه درامي صحيح. فنحن اليوم وصلنا لمحل بحاجه لك حتى يكون في عندنا مؤسسه انتاج موسيقي. هلا ما عم نحكيها بس على العود وتثبيت العنصر، عم نحكي بشكل عام. عندنا مغنيين بترفع الراس، عندنا موسيقيين بتكتب موسيقى بترفع الراس. بضل بقول انه مثلا هدول الناس لازم اعمالهم تنتج، ما تضل حبيسه الخزن والدروج حرام. فلازم تنتج. اليوم تكاليف الانتاج كثير كبيره، ما اظن انه هو الكل قادر ينتج اعماله، واعمال فيها جوده مهمه وفيها كتابه موسيقيه هامه، يعني ما هي بس عباره عن آلة واحدة، بحاجة لوتريات وأوركسترا وفي نمط جدا مختلف، فبحاجة لمؤسسة بالفعل. إضافة للمغنين، ما بالضرورة واحد مغني درس معهد عالي موسيقى 5 سنوات واختص بهذا المجال أنه يطلع مثلا لحتى هو يحقق شيء فهو بده يشترك له ببرنامج مسابقات يستغلوه فيه. صحيح. لا، لازم تكون في مؤسسة تنتج له شغله، تحاول تصدره، تحاول كذا. فنحن يعني بحاجة لهذا الموضوع. نحن للاسف انا بقول في عنا مشكله كثير كبيره، انه الموسيقي لحتى يتصدر للناس او ينعرف هو بده يعني بده يكون مثلا الفرصه الوحيده هو موضوع الدراما، وهذا الشيء غلط.
يعني هذا الشيء غلط. ونحن مثلا المؤلف الموسيقي لحتى ينعرف ينعرف لازم بمسلسل، هذا شيء ما له صحي ابدا. ففي ناس بتعمل موسيقى كثير منيح بحاجه للانتاج، الانتاج مثل ما قلت لك عن طريق بالتراكم يوم بعد يوم هو اللي بياسس لهي الهويه. واذا اجينا لموضوع العود فحكيت عن رباعي العود السوري اللي عنده اعمال جدا مهمه، انتجوا اول البوم لانه بمنحه يعني يعملوا الالبوم، وهلا في عندهم يعني اعمال ثانيه بتمنى انه حدا يتبنى هذا العمل لحتى كمان تسمعوا الناس انه هو عمل نوعي ورائد ومهم. وكمان اكيد كل الزملاء عازفين العود اكيد عندهم مشاريع بحاجه لانه تنتج وتسجل والعالم تسمع. ايضا اكيد بنتمنى هيك اليوم صوتك يوصل، ونتمنى لكم النجاح وتكون ايضا اعلاميا في اضاءه على هي القدرات المميزه. شكرا لوجودك اليوم معنا. تسلمين، الله يخليك. بنتمنى لك التوفيق المايسترو عدنان فتح الله عميد المعهد العالي للموسيقى، ونتمنى يكون في جهود من جميع القطاعات مشتركه، مو فقط وزاره الثقافه لانتاج مؤسسه لانتاج الموسيقى وحفظها، لانه هي كمان توثيقيه اليوم مهم نحتفظ بالموسيقى السوريه لنا. شكرا كثير لك. شكرا.